من العاصمة المصرية القاهرة ينضم إلينا دكتور طارق شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة الإسبانية في مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف. دكتور شعبان أهلا بك معنا، ما هو تقييمك بداية لموقف الأزهر، وهل كان كافيا ومناسبا لما حدث في برشلونة أو في فنلندا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر قناة الحرة على استضافتها، و بما انني ممثل الازهر، واود ان يعني اؤكد على ان الازهر الشريف يتابع بشكل لحظي كل ما يدور في العالم اجمع، ويواسي المصابين ويقدم التعازي لاهالي الضحايا. الازهر الشريف اكد على ان كل الاعمال اللي بتقوم بها الجماعات الارهابيه وفي مقدمتها طبعا داعش لا تمثل الإسلام بأي شكل من الأشكال. الجماعات المتطرفة يعني بتحاول إن هي تلصق صورة مغلوطة عن الإسلام والمسلمين، وللأسف ده بنشوف بعض وسائل الإعلام بتبرز النواحي السلبية لبعض المتطرفين وان هم يمثلوا الاسلام. الاسلام براء من كل ما رائع يلصق به من تهم، الاسلام بريء، الاسلام بريء من كل ما يقوم به جماعه داعش. نعم يا دكتور، حينما نتحدث عن مؤسسه الازهر، المؤسسه الاكثر اعتدالا، رمز الاسلام الوسطي في العالم الاسلامي السني، وبما ان جميع العمليات الارهابيه سواء من قاعده من داعش من غيرها من العمليات والحركات المتطرفه الارهابيه في العالم ربما تتم بمثل في هذا النهج وهذا السبيل، هل هذا امر كافي؟ هل هو مواجهة الغرب أو مواجهة الخارج بالإدانة والشجب والرفض، أم بخروج نص قاطع سواء للداخل أو في الخارج يرفض تماما مثل هذه المسائل ويكفر من يفعلها؟ أنا أتفق مع حضرتك أن يعني الأزهر الشريف يرفض تماما ويؤكد رفضه على مثل هذه الأعمال، وبما أن حق إعطاء الحياة هو من الله سبحانه وتعالى إلى البشر، وكذلك حق إطلاق مسلم أو كافر ليس منوطا بمؤسسة بعينها أن تطلقه. يعني الأزهر الشريف لو دخلنا في إشكالية تكفير من يقومون بمثل هذه الاعتداءات ليس هذا هو الحل. الحل هو في تضافر جهود الدول، الحل هو في كما أكد الأزهر استراتيجية شاملة وواضحة لترسيخ قيم السلام. الأزهر ومرصد الأزهر باللغات الأجنبية بيقوم بين الحين والآخر بإطلاق حملات توعوية. يعني الأزهر لا يطلق فقط بيانات، الأزهر يفعل وله مراكز بحثية وله مركز الحوار، ومرصد الأزهر باللغات الأجنبية قام بقوافل سلام محلية وعالمية. نعم. بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، كان اخرها الاسبوع الماضي على سبيل المثال كان في كولومبيا، والعام الفائت كان في قافله سلام في اسبانيا. طيب لماذا لا يتم العمل يعني مع وزاره فضل. كوزاره الاوقاف المصريه، ما بين الازهر الشريف وما بين وزاره الاوقاف المصريه، على توحيد خطبه جمعه في عموم الجمهوريه والتواصل مع هيئه علماء المسلمين التي تمثل ايضا كبار علماء المسلمين السنه في العالم، على توحيد خطبه ترفض وتدين وتشجب وتكفر، دعني اقولها صراحه، وتكفر مرتكب هذه الاعمال الارهابيه في الغرب او في الشرق، في الداخل او في الخارج؟ دعني حضرتك اؤكد مره اخرى اننا في الازهر لا نكفر احدا، لا نكفر احدا، وان التكفير يعني ليس هناك من ذو سلطه على ان يكفر احدا، هذا الحكم لله سبحانه وتعالى مثل ما اعطاء حق الحياه والموت لله سبحانه وتعالى فقط. بما يخص موضوع توحيد الخطبه، اعتقد ان وزاره الاوقاف المصريه في الفتره الاخيره بدات بالفعل في تنفيذ موضوع موحد في خطبة الجمعة، وأعتقد أنه في كان اليوم أنا حضرت اليوم خطبة الجمعة، وكان الحديث بشكل أساسي عن توعية الشباب والتأكيد على أن الإسلام بريء من يعني سفك الدماء، وأن هناك نصوصا في القرآن الكريم
يعني مثل ومن قاتل نفسا فكأنما قاتل الناس جميعا، نؤكد عليها. وهناك نص آخر لا إكراه في الدين. هذه النصوص تعمل عليها، يعمل عليها الأزهر الشريف لبيانها وتأكيدها، وتعمل عليها وزارة الأوقاف المصرية. ونأمل إن شاء الله أن يكون في تعاون أكثر في هذا الجانب. وأؤكد يعني أن الإسلام وبين المؤسسة الأزهر الشريف هي المؤسسة السنية الأكثر اعتدالا في العالم، تؤكد على مثل هذا الجانب وتدعو بين الحين والآخر يعني إلى يعني توعية الشباب وتوعية المجتمعات عموما، سواء مجتمعات مسلمة أو غير مسلمة، بخطورة الأفكار الداعشية والأفكار المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة. نتمنى ذلك يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور طارق شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة الإسبانية في مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، مباشرة من القاهرة.